يا الرئيس هذا ايش عمل؟ تقول لي ايش عمل؟ عملش حاجة في البلاد. هاو القضاء هاو شدينا سيبنا وعملنا كذي روايخ تتلاب شعب تتلاب بالبلاد تتلاهي لي هاو شديتها وسيبتها وعملت لهي لي بالقضاء تتلاهي بينا نحن تتلاب شعبك المزمر بسعدت واحد عشان ليلة ما القاسي شو الحالة يعني هاو هاو ما غير كل شيء بالمكشوف يعني نبيع بشنار نبيع في المصر شوية شخصيات نعم اش تحب اكتب هكا شي تحب صراحة بليدنا بيت عليها الرأي جاه ربي لا تقص كلمة سمعتك عزيز وربي يعينك شاء الله ربي يعطيك ما عندكش جراية ما عندكش ماندا جراية ما عندي شيء فما ما عادش تقول لي بلادي بلادي هذي بلادي هذي يعيش فيك اللي عنده اللي ما عنده الفيديو ماهوش انتاج زيتونة احدى الشركات اللي بتاع الانتاج ونأمل انه يتم المحافظة على اللوجو التزام مهني واخلاقي الناس وادري كيف تسرب مش كونوا صادقين مش معانا الشعب يغفق هي ياما في السجن مظاليم ياما في البلاد فقراء مش تو فقراء وانما نحكوا على الوضعيه بصفه عامه استاذ ماشي للاسوء للاسف الشديد دكتور قديدي لا ممكن كان الاستبداد اللي تعدى استبداد شويه مستنير توازين لعبتين بن علي هو خطيه السياسه هو رجل طول عمره في المخابرات المخابرات العسكرية وبعد ولا في الأمن إنما عي الناس اللي نجموا يديروا دواليب البلاد في الاقتصاد وفي المجتمع وها مشى الأمور وقعد 23 سنة ولا ما كانش ينجم يقعدهم المدة الطويلة بورقيبة كيف كيف كانوا يعتبروه الناس هكبوا الشعب ويسخفوا ساعات يبكي هكا والدموع وكذا بشي تبدلت الدنيا تو الناس كل واعية وهل التليفون اللي قدامي هذا فيه كل شيء يعطيك من الشرق ومن الغرب وش يقولوا الناس والحديث وتعليقات الصحافة العالمية والمواقف المندبين من طرف الاتحاد الأوروبي ومن طرف الولايات المتحدة ومن طرف الاتحاد الأفريقي احنا أعضاء فيه ما يقراش هو يقولش بدخلهم فينا هو كلام هذا انت مضطر باش تحترم المواثيق متاح وتحترم حقوق الإنسان وما تعتديش على القضاة بالصورة هذه المخزية التول بشير العكرمي في الحبس وشوف كان السليطي معزول هذوما قرار ختم البحث اللي عملوه في قضية شو اسمه شكري باللعيد هما اللي هو اللي اعتمدوه لأن هذوما الاثنين ما حبوش يدخلوا السياسة في القضاء قعدوا نظاف بشير العكرمي اللي توا في الحبس وحطوه حتى في الرازي باش يهبلوه ويحاولوا حتى معينا كيف حبوا يدخلوني مره للرازي جابوا مراه مهبوله تقدمت قضيه بمحاميه محاميه ريبو قالت هذا مهبول دو ندخلوه للرازي ونحطوا يدينا على يسخيلوني عندي ثروه باش ياخذوها وهم على مراد الله وش اسمه راجل الخياري نفس الشيء راجل الخياري ما عادش يخرج من الحبس انا حقيقي لان عنده به بونتو خاص لانه ظهر علاقته ب أمور خارجية وفلوس في الحملة الانتخابية واعترفت بها دائرة المحاسبات راه ما نشرتهاش قالت نعم تمولت من بر وليد البلطي قال أنا شريت له 100,000 فاك بروفايل باش نطلعوا نعم. الفيسبوك فاك بروفايل واللي طلعوا الفيسبوك يهبطوا الفيسبوك يا حسين على ذكر الخياري نبهت عائلته أكثر من مرة ومحاميه بأنه رأى في وضعية صحية خطيرة وهذا مهم جدا خطيرة مسؤولية السلطة أنه تمكنوا من حقه في الرعاية هذه وزارة العدل السجنية رأوا سجن مش تعذيب المظالم هذه في رقبتهم وفي رقبة قيس سعيد بالذات لأنه هو اللي يعطي الأوامر وهو اللي مخلي هالجماعة اللي يسبوا ويهتكوا في الأعراض وعندهم الملفات كما قال الأستاذ المختار نعم. الشمعي عندهم الملفات ويحلوا فيها واحد ما نسميهم شي بالاسامي نعم أنا مش لازم اللي درجه النبوه راه واحد يستحي باش يسميه هذا مره عملوا له كاميرا خفيه وماشي ياخذ فلوس من عند اسرائيل ويأيدها ويخدم لها قال لها انا ضد الارهاب الاسلامي نعم على مراد الله في دقيقتين دكتور فاطمه المشدي نفسها فاطمه المشدي تما مازله مهازل هذو مش يضروك مش يضروك يا قيس سعيد ننصحك تراجع مدام عندك دقيقتين لعب خير ما يظفر الحكم
يصفر وتوفى توفى المباراة. قبل ان ينتهي اللقاء مش المباراة، استاذة إنس حراث دونت البارحة اعتقد، قالت مجرد ان قرارات ختم البحث في بعض الملفات، اسمعوا يا توانسة، تنطلق في تحييث التهم بعبارات من نوع ان المتهم هذا التزم دينيا منذ 2010 واصبح منذ ذلك التاريخ يرتاد جامع كذا القريب من محل سكنه، وكذلك عبارات اطلق اللحيه. تصوروا هذه تنطلق التحييث متاع التهم، اصبح التهم هذا في الوقت اللي في معرض الكتاب وزعونا في كتيبات متاع سين جيم الجنسانيه ومتاع الشذوذ، في وزاره التربيه يوزعوا فيه، ثم جمعيات توزع فيها الاولياء، يبقى أن واحد رجع التزم دينيا وإلا سايب اللحية وإلا يصلي في الجامعة قريب من سكنات، ولا مجرد تهمة. حتى نختم في دقيقة أستاذ، دقيقة ونضيف على هذا يا حسين الكتاتيب اللي يتعلم في الصغار في كلام ربي. احنا بدينا الكل بالكتاب، جينا الكل بدأ بالكتاب وحفظنا القرآن ودعمنا إيماننا ودعمنا اللغة العربية وخدمناها في وقت محمد مظالم. مع الأسف هما توا الكتاتيب هذه مسمينها معسكرات تحفيظ القرآن، تصورش. وفما جريدة أخرى كتبت والله الشروخ للشروخ للأنوار، نعم، بؤرة لتعليم القرآن ولد بؤر. أما الكتاب اللي وزعوا فيه هذا ويدعو إلى تفشي الدعارة وتفشي المثلية وكذا، يعني تباهي ماشي مع سيداو، يحبوا يفرغوا الشعب التونسي من روحه ومن هويته ومن إسلامه. للأسف الشديد، نعم، للأسف الشديد هذا الواقع. أنا ذاك على البرنامج الرئاسي اللي قدمته يا حسين حطيته في نطاق الهوية وفي، نعم، نطاق حضاري. لا تستعيد تونس قوتها وقدرتها واستثماراتها إلا باستعادة الأمة الإسلامية لوحدتها. نعم، لا تستعيد تونس إلا بالمحافظة على هويتها. شكرا جزيلا دكتور خديدي، نعتذر لأنه مضطرين باش نخرجوا نرفع أذان صلاة العشاء حسب تقوية المحلي مدينة تونس ومجاورها مباشرة بعد الأذان. شكرا جزيلا دكتور أحمد خديدي السفير السابق والكاتب الصحفي، وكان قبله الأستاذ مختار جماعي الناشط الحقوقي والمحامي لدى التعقيب. انشروا أكثر على الفيسبوك وعلى يوتيوب. نلتقي غدوة إن شاء الله بداية الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.